هذا وشهدت الساعات الأخيرة تركيزا مصريا على فضح ممارسات قطر الداعمة للإرهاب على جبهات عدة دبلوماسية وقانونية. وأظهر الضغط المصري الذي توزع بين القاهرة وليون ونيويورك تصميما من القاهرة على حماية أمنها القومي في وجه سياسات تآمرية بات لا يمكن السكوت عنها. ففي تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن على الدوحة أن تختار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية. وأضاف وزير الخارجية أن مصر لا يمكن أن تقبل بأي مساومات على أمنها ومقدراتها، موضحا أن المطالب المصرية معروفة وواضحة، ومن يرغب في الاستمرار بالتآمر على مصر وشعبها سيكون أول من يكتوي بنار تآمره. وقد جاءت تصريحات شكري مع قرب انتهاء مهلة من 10 أيام جرى منحها لقطر كي ترد على المطالب التي تقدمت بها مصر والسعودية والإمارات والبحرين.